الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال هذه الليلة وخلال 24 ساعة القادمة بإذن الله، حيث تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز في المنطقة الجنوبية والشرقية، تمتد بشكل محدود نحو المنطقة الوسطى يوم الأحد. عندنا نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 18 درجة مئوية، الملموسة 17، رطوبة حوالي 50%، والرياح تكون غربية لجنوبية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، إربد غيوم متفرقة ليوم غد 28 ل 15، عجلون 26 ل 13، جرش 28 ل 15، والمفرق زخات من الأمطار مع 29 إلى 15. المنطقة الوسطى تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، هناك احتمالية لهطول زخات متفرقة من الأمطار، تسجل العاصمة عمان 26 ل 16، أي هناك انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بنهار اليوم السبت. الزرقاء تسجل 29 ل 17، البلقاء 28 ل 16، مأدبة 28 ل 15، والبحر الميت 34 ل 22 مع فرصة لزخات من الأمطار. المنطقة الجنوبية زخات رعدية من الأمطار في عموم المناطق، الكرك 25 ل 13، الطفيلة 27 ل 14، الشوبك 26 ل 14 مع 30 ل 18، والعقبة 38 عفوا إلى 23. المنطقة الشرقية أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، زخات رعدية من الأمطار ورياح ناشطة وأتربة مثارة متوقعة في عموم تلك المناطق، الأزرق 35 ل 18، الصفاوي 33 ل 16، ورويشد 34 إلى 18. إلى اللقاء.